طيب احنا بقى ولادنا اللي بيساعدوا في الخارج كمان، احمد حسين الزناتي باعت لحضراتكم الفيديو ده من اليابان، مساعده في التوعيه وطرق الوقايه، وكمان هنشوف طريقته في الشرح والبساطه. الطفل ده على فكره مصري صعيدي منياوي، يعني باباه مصري صعيدي من المنيا ومامته من اليابان. فهنشوف حضراتكم الفيديو ده ونشوف دور المصري المسؤول والجدع دايما في توعية الآخرين من خلال اللحظات اللي هنتابعها مع حضراتكم، ونرجع تاني. السلام عليكم أصدقائي في مصر وشارع سيد حبيب في المنيا، كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة أمير كمامة في البيت سهر جدا، احنا عايزين فوطة واثنين استيك بس. يلا نعمل وخدنا القورة طبقة كده، واحد اثنين ثلاثة، وخدنا التانية حط استيك من هنا من هنا، الخطوة التالتة طبقة من هنا من هنا كده، خلاص مية مية. سلام.